من غير ما اعمل حاجه وانا سايب ايدي. طيب دي نقطه مهمه جدا، دي الاستفادات بعيدا عن نتيجه المباراه، دي نقطه مهمه جدا. طيب القصه الثانيه اللي عندنا، وليد الحديدي في المغرب كان معانا على المباشر، فكان بيقول لنا حاجه بس واحييه على اللي هو بيعمله يعني في قطر وفي المغرب وفي كل حته ما شاء الله. يا وليد في البلندور رفيق الكفاح يعني. والله كل التحيه لوليد طبعا. قال لنا معلومه مهمه جدا جدا، ان الجمهور المغربي شايل الجمهور المصري مؤازرته في كاس العالم الماضيه بشكل كبير جدا، وبيحاول انه يرد ده في الاهلي. صح. والحقيقه ان القصص اللي جايه من زمايلنا المراسلين عن المغرب انه فعلا الاهلي في مصر مش في المغرب. صح. ايه اقوالك؟ بص انا اتفاجئت الماتش الاولاني، لان انا عارف ان طنجة ما كانش هيبقى فيها جمهور كبير، لان كان انا اغلب الجمهور هيبقى في الرباط عشان الوداد، ماتش الوداد والهلال، وقلت طنجة مش هيبقى فيها الحضور ده. فوجئت الماتش الاولاني الملعب مليان، فوجئت بالتشجيع، انت كانك فريق مغربي بيلعب بالظبط، سير اللي بتتقال طول المقوله بكره بلعيبه الاهلي، الاحتفال مع حسين الشحات بسي بتاعه كريستيانو، الاحتفال بكل جون، ولا كانك بتلعب في القاهره. مش غريب على المغرب خالص، انا كنت موجود في كاس عام 2013، كاس عالم الانديه 2013 يعني. صحيح. الاهلي ما كانش في احسن حالاته فيها، بالعكس يعني خسر الماتشين، لكن جمهور الرجاء كان بيشجع الاهلي بشكل كبير جدا. انا فاكر كان في مباراه الرجاء كان هيلعب بعد الاهلي في نفس الملعب، الجمهور بيشجع يعني شجع الاهلي زي ما شجع الرجاء، ما كانش في فرق، وكان حاجه بالنسبه لنا كانت بالنسبه لنا غريبه، لكن هو ده اللي هم معتادين عليه. كل الكلام زي ما وليد كان بيقول على ريال مدريد وبرشلونه، شعبيتهم في المغرب قويه جدا بشكل غير طبيعي. يعني الاعلام في كل حته في الشوارع، ولكن مع ذلك الناس عايله بتجري بتشتري التذاكر، كله بيقول لك انا هشجع الاهلي. فكره الروابط دي بالنسبه لي يعني مش مصدقها، انا شفت جمهور الرجاء بيشجع الاهلي بس مش حيش يعني مش هيش روابط هتروح تشجع الاهلي. فكمان ان جمهور الوداد اللي انت روابط الوداد صحيح اللي في بينك وبينه مش هقول عداء بس يعني منافسه. اخر سنتين ثلاثه هو اخر بطولتين واخدهم على حسابك انت، السنه اللي قبلها كسبه في قبل النهائي. فكل ده في منافسه قويه بين الاثنين، لكن لما بنخش في الحته دي بنحط المنافسه على جنب، بنشجع صحيح بعض. صحيح. وفعلا يعني انا كنت موجود في كاس العالم، المغاربه معانا كانوا فعلا بنشجع مع بعض وبنخدم بعض كان مصر اللي بتلعب بالظبط، وهم كانوا بيقولوا لنا الكلام ده. انا شفت النهارده صحفيين مغاربه كانوا معانا في كاس العالم حاطين على البروفايل بتاعهم لوجو الاهلي، البروفايل بيكتشر بتاعتهم لوجو الاهلي، ان هو خلاص بيقول لك احنا دلوقتي ورا الاهلي لغايه يعني يوم الاربعاء ده احنا ورا الاهلي. فحاجه يعني ممكن تبقى الناس شايفاها كبيره شويه، لكن بالنسبه للاخوه في المغرب انا شايفها حاجه طبيعيه، واحنا شفناها منهم كتير. انا بحس ان احنا علاقتنا بالمغرب فيها استثناءات في الكوره تحديدا. مصطفى حاج يعلم علينا مرتين، وهو اكتر حد احنا بنحبه من لاعبي المغرب في جيلنا، اللي هو ال 25 30 35 سنه يعني، كاس 98 هو الناس اللي وعيت على مصطفى، هو صعد على حسابك وانت قعدت تعيط لما خسر من بالزبط. لما النرويج كسبت البرازيل وهو تخيل تخيل مصطفى حجي. فعلاقتنا بالمغرب استثناء في كل شيء، وانا الحقيقه بقول ده كل مره انه حاجه بتشرفنا كلنا في سوبر ليج، ان جمهورنا من المغرب قد يكون قد اللي في مصر بالمناسبه، يعني جمهورنا في المغرب كبير جدا جدا، وله كل التحيه وكل الاحترام. طيب